طبعا في مسمارين هنا السنيور ما بيجيبهمش. بصوا بقى المفتاح ده، يفك ويفتح في نفس الاتجاه، هوريكم. قربوا، بصوا سيستم ده، فك سيستم مش موجود يعني عند ناس كتير، يعني ناحية سيستم وناحية عادة. سامعين؟ حديث جدا السيستم، ما انا معايا اللي هو ده المشهور. لكن كات من فيه الخمير دي، لازم نحطها في حتة عشان يرجع على سبيل. خير ان شاء الله. انا شفتها، استنى حطها لي كده هنا على اللوحة الكاوتش. لا امسكها في كويس. احنا بعد ما فكينا في كسر هنا، الاويل سيل طالع بحتة من وش الحلة، فشوف احنا هنعالج الموضوع ده ازاي. هاتلي هنا طبعا بنحط شحم حراري تقريبا يعني بيستحمل 165 بنحطه في عبوات صغيرة، بنشتري من شركة اس كي اف. طبعا ده الوسيل الاصلي بيبقى مكبوس من الناحيتين مصمت. Thank you.
عايزين حتة صغيرة لو في يعني. دي كده سر. بنعمل معجون 2 في 1. اللي احنا بنستخدمه في الثلاجات اللي هو 2 في 1. صور الابوبتين على الارض اهو. هات الأرسي، هات الأرسي الاسود ده. للبليه